ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ انا انس، انا كمبيوتر ماثماتكس وكمبيوتر ساينس ستودنت، وانا اللي هبدا، انا اسيستنت بتاع ميتا في الكويست دي. انا هبدا اعمل معاكم كويك لابس دلوقتي، بس انا عايز ابدا ما قبل ما ابدا ما اعمل معاكم اي كويك لاب، انا عايز اعرفكم بس ازاي تعملوا اكونت وازاي تبداوا تعملوا مالتي سبسكريبشن. فانا هبعت لكم دلوقتي لينك تعملوا منه مالتي سبسكريبشن، خلوه معاك. مش مهم، مش شرط تعمله دلوقتي، بس انا هوريكم ازاي تعمله معاك. تمام، اول حاجه هنخش على اللينك، بيقولوا اعملوا ساين ان. اولا انتوا هتعملوا من انكونيتو ويندو، عشان يعني الويندو العاديه بتعمل مشاكل، فانتوا لازم تفتكروا ان انتوا تعملوا اي اكونت او اي حاجه على اللاب من انكونيتو ويندو على كروم. فتخشوا هنا، تعمل لكم مونث سبسكريبشن، تعملوا ساين ان بالايميل عادي. الايميل بتاعك عادي، مفيش مشاكل. تمام، ف هيطلع لكم بقى شكل السبسكريبشن، هتعملوا منه المفروض كده. تمام، بعد ما تخشوا على اللينك هتبداوا اي لاب، يعني هتخش على الكتالوج دلوقتي، اي اكتب هنا مثلا كويك لابس. ومن هنا هتخشوا على الكوست بتاعنا عادي، تبداوا اي لاب عادي 10 دقايق وبعد كده تستوب لاب، وهيطلع لكم بعديها. يعني انا دلوقتي هخش على الكوست، هتبداوا اي لاب هنا، تدوسوا ستارت لاب وتستنوا 10 دقايق، لما تخلص 10 دقايق وبعد كده تعملوا ستوب لللاب. بعديها هيطلع لكم هنا المصري سبسكريبشن. انا طلع عندي 7 كريدتس، بس هو المفروض يطلع عندكم مصري سبسكريبشن، اللي منه هتقدروا تعملوا، منه هتقدروا تعملوا عادي، اسمه ايه، هتعملوا كويس عادي. فانا دلوقتي هبدا معاكم اللاب ده، انتدكشن تو اس كيو ال وفور بيج كويري اند كلاود اس كيو ال. اللاب ده هو هنطبق فيه كل الحاجات اللي الناس سالت عليها من شويه، الكي ووردز اللي احنا قلناها، التقسيمه بتاعت الداتا سيتس وكده. ف ليتس ستارت ذا لاب. هعمل معاكم لاب واحد بس، ومنه انتوا تعملوا بقى اي لابس للكويست، نفس الكويست بتاعت اللي هي بيج كويري بيزكس فور داتا اناليست. تمام، فانا هستارت لاب. هو المفروض هنا انا بقول لانش وزمان كريدت عادي، بس هو في العاده هيطلع لكم لانش وزمان سبسكريبشن بعد ما تعملوا ستارت اللاب وتستنوا 10 دقائق وتنزل اللاب. تمام، نبدا اللاب. اوبن جوجل كونسول، المفروض هو بيعمل لك اكونت جديد كل مره، يعني انت لما تفتح جوجل كونسول جوجل هو بيعمل لكم كلاود عليه كل حاجه بقى، كل السوفت ويرز بتاعت جوجل اللي هي زي بيج كويري وزي زي سوفت ويرز تاني بقى ليها علاقه بالبيج داتا والام ال والاي اي وكده. ف وفي كونسول، في تيرمينال بيشتغل بكوماندز لينكس عليه كمان. فانا لما عملت ستارت لاب دلوقتي وعمل لي اكونت جديد عادي وسماه بيوزر نيم راندوم، لو عملت فتحت التاب الثاني هو اوريدي عامل كوبي بيست لليوزر نيم لما دوست اوبن جوجل كونسول. حلو، فانا هكوبي الباسورد وادوس نيكست وساين ان بالباسورد. مع كوبي الباسورد بعد بيست هنا. تمام، وبعد كده اوكي هيطلع لنا ويندو كده دلوقتي، المفروض يعني هتقول I agree عادي و agree and continue. تمام، واللاب ليه تايم معين، بس هو بيبقى ليه تقريبا، بيبقى ليه كذا ترايل يعني، وبعد ما الترايل دول يخلصوا يبقى كذا. ماشي، اللاب بتاع النهارده اللي احنا هنعمله هيبقى فيه اول حاجه هنعمل كواري على بابليك
بابليك داتا سيت من الداتا سيتس اللي موجوده على الكلاود كونسول. هنعمل كويري يعني ايه؟ يعني هنعمل مثلا هندوس هن 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 على الاديتور هنعمل ران اس كيو كي ووردز، وهو هيورينا شكل الداتا اللي هتطلع لنا من التيبل او من الداتا سيت اللي احنا هنعملها. وبعد كده هنعمل امبورت الداتا سيت او هنداونلود الداتا سيت، جزء من الداتا سيت معانا على اللاب عندنا عادي، ومنه هتعمل ابلود تاني على كلاود اس كيو ال. فمنه بقى هنعرف نعمل ازاي نعمل كواري على سيلكت سيلكت كي وورد فروم كي وورد ونفس الكلام ده كله يوزنج اس كيو ال عادي. و وبعدين والداتا سيت اللي هتطلع اللي احنا هنعمل عليها ان احنا هنعمل لها ابلود عادي، هي تبقى سي اس في فايل هنعمل له ابلود، وهنعمل عليه كواري عادي كاستم داتا سيت عندنا. حلو تمام، كل ده بيقول نفس الكلام اللي احنا مستخدمينه. هنعمل الاكونت ونعمل اوبن جوجل كونسول وكل حاجه هتبقى تمام. تمام. دلوقتي لما نفتح وانا بسكيب حاجات بس عشان نعرف نفتح الكويري، حاجه نفتح بيه كويري عادي، خش على جوجل كلاود بلاتفورم عادي، وهنا هنلاقي في حته جنرا اسمها بيج داتا، منها هنخش على بيج كويري. ممكن نعمله بين فوق عشان نخش عليها على طول بعد كده. اوكي تمام. لو دخلنا على اي يعني ده هو ده المفروض بروجكتس، يعني اللي هيطلع هنا دول بروجكتس. فاكرين المسألة قالت كان في بروجكتس وكل بروجكت داتا سيت وكل داتا سيت تيبل، صح؟ فاحنا دلوقتي لما نعمل انكلود البروجكت هنا هنشوف دلوقتي ان في جواه برضه داتا سيتس وتيبلز، وكل تيبل هنعمل عليه الكواري بتاعنا باس كيو ال. اوكي هو بيبقى موجود هنا كلام برضو، يعني بقى تستخدم نت رو عشان هو بيشرح اللي احنا بنقوله في يعني اللي هو المطلوب من اللاب. ف انتوا عشان تعرفوا تجيت يور اكسبيرينس من اللاب يعني، او تتعلموا منه تو ذا فولست، انتوا بتقروا الكلام وبتقروا الكي ووردز، بتشوفوا هو بتعمل ايه وبتكسبيرينتوا مع نفسكم بره اللاب بيقوله، يعني اللاب قال لكم اعملوا حاجات عشان يتاكد ان انتوا عملتوا بروجريس. وفي نفس الوقت انتوا ممكن تكسبيرينتوا مع نفسكم على جوجل كلاود كونسول عادي. اوكي هو قال لنا اوبن بيج كويري تمام، بعد كده دون، بعد كده بعد الاوبن بيج كويري نعمل اد داتا واكسبلور بابليك داتا سيتس. هو بيقول هنا الستبس بالظبط، يعني كل لاب هيقول لنا الستبس اللي احنا هنعملها، ومنها نقدر نتعلم الحاجات اللي هو يعني اللاب از تراينج تو شو. فاكسبلور بابليك داتا سيتس، بعد كده هو قال لنا في لاب هنعمله، قصدي هنعمل قصدي داتا سيت او بروجكت هنشتغل عليه اسمه لندن باي سايكل هابس. فاحنا هنسلكت التايتل ده من الداتا سيتس الموجوده. نعمل فيو داتا سيت. هو لو انا عملت فيو دلوقتي هتلاقيه دخل على الاكونت بتاعي الاصلي، واحنا مش عايزين كده، احنا عايزين الاكونت اللي انا كنت اللي هو معمول لللاب. فانا هعمل بس يوز اذر اكونت وهعمل الاكونت بتاع اللاب. المفروض يطلع لي انا لما اعمل فيو داتا سيت تاني ثانيه. اوكي مش عايز انا لما عملت سيلكت نفس البروجكت دي طلع لي في هنا بيج كويري بابليك داتا على نفس الاكونت ده،
وبيكوري ده بابليك داتا، ده المفروض ان هو بروجكت يعني جواه بقى داتا سيتس، وكل جوه كل داتا سيت فيه تيبل لو انت لاحظته، نفس التقسيمه اللي احنا قلنا عليها قبل كده. فدلوقتي هنخش على المفروض لندن، لندن بايسايكلز. هو الكلام اللي انا دخلت ليه عرفت على لندن بايسايكلز. دلوقتي انا هطلع دلوقتي لما موجود في اللاب، ان احنا بعد ما نخش على بيج كويري هيطلع لنا الاكسبلورر ده اللي احنا نفس اللي انا لسه موريكم شويه، اللي هو ده المفروض اللي هو فوق خالص، ده اللي هو هيطلع لنا تو بروجيكتس، البروجيكت بتاع بيج كويري بابليك داتا اللي احنا انترستد فيه. منه بقى هنعرف نخش اهو بيكوري بابليك داتا، منه لندن باي سايكلز وسيلكت سايكل هاي. حلو، فاحنا هنعمل هو قايل لنا البابليك داتا سيت، يعني هو الحاجات دي ليه بنختار الحاجات دي بالذات، عشان هي دي الحاجات اللي اللاب نفسه قايل لنا نعمل ديمونستريت عليها ونعمل يوز الكي ووردز. فهو بس حاجه كاستم لللاب، بس يعني هي بس بابليك داتا سيت واحنا بنعمل عليها كويس. لندن بايسايكلز هنا، بعد كده المشاكل هنا. حلو، لو عملت بريفيو هيطلع لي التيبل، يعني ده المفروض سايكل هاي ده تيبل، ولندن بايسايكل ده داتا سيت، واللي فوق وبيج كويري بابليك داتا، بيج بابليك داتا دي المفروض انها بروجكت. حلو، فاللي انا فتحته ده تيبل، التيبل بقى فيه داتا بقى، يعني في اهو دلوقتي رو نمبر، وبعد كده كل داتا بقى يعني حاجه زي اند ستيشن نيم وستارت ستيشن نيم. ستارت ستيشن نيم هنا واند ستيشن نيم، وبعد كده ديوريشن، وبعد كده انت الاي دي، نوع من الداتا. فكل اللي احنا نعمله ان احنا ماشي تمام نفس الكلام. هنبدا بقى نعمل كويرينج على التيبل ده، يعني احنا دلوقتي عندنا التيبل ده، شفنا عملنا شكل التيبل عامل ازاي، فاحنا نبدا نعمل كويرينج عليه في الايديتور. يعني نعمل بقى يعني ايه كويرينج اصلا، يعني ان احنا بنشوف يعني بن بن احنا دلوقتي عايزين نشوف جزء من الداتا ببروبرتي معينه، فلما بنعمل ران الكوماند معين كاننا احنا يعني كلمه كويرينج بقى ان احنا بنعمل ران الكوماند دي، والكوماند نفسها بتسلكت جزء من التيبل. تمام اوكي، طيب احنا دلوقتي هنعمل ران الكوماند على الايديتور. تمام، ف هو في حد بس مش مكيب اب مع اللي انا قلته، او في هو دلوقتي لو في حد عايز يعرف احنا نعمل ايه فين دلوقتي، هو بص على الشات بس مش في اسئله. هو اهم حاجه بس تركزوا، مش لازم تعملوا اللاب معايا، انتوا بس ركزوا في اللي انا بقوله، بعد كده ممكن تعملوا اللاب بعدين، يعني عشان لو حد متلخبط. هو كل اللي انا عملته، انا عملت بس فولو الستبس اللي هنا. عملت ستارت لاب، هيطلع لي اوبن عشان بعمل ريكاب. يعني عملت ستارت لاب اوبن جوجل كونسول. حلو، بعد كده في باسورد هنا، عملت له كوبي بيست هنا عادي، وبعد كده فتحت بيج كويري، ومنه قلت يعني هو قال لي هنا في اللاب افتح بيج كويري عادي، وخش بقى على الداتا سيت، وهيعمل اكسبلور بابليك داتا سيت، ومنه هيعمل داتا سيت هو قال عليها اسمها لندن باي سايكل هايبس، ومنه من داتا سيت دي بقى هقدر اعمل عليها كويري. ف this is it so far، وعملت بريفيو للتيبل بتاع اللي جوه الداتا سيت اللي احنا هنعمل عليه كويري. ماشي، في حد واقع منه اي حاجه من اللي انا قلته؟ معلش انا بس عايزه يعني I want to make sure that I'm following يعني الحاجات ديت. الكونسول ده هيظهر لنا لما حضرتك لما نفتح اللاب اصلا، when we start the lab، صح كده؟ اوكي تمام، شكرا. فهو هي ام ستارت لاب، هدوس هيطلع لي الشكل اللي جنبي هنا في الحته دي، هدوس اوبن جوجل كونسول، وهيطلع لي يوزر نيم وباسورد نفس الكلام ده كله. ومن جوجل كونسول هنعمل فول الستبس اللي هو قال لنا عليها كده. تمام، تمام، شكرا. اي حد تاني واقع منه اي حاجه؟ اوكي انا هكمل. دلوقتي احنا هنعمل كويرينج على التيبل اللي احنا فتحناه بتاع سايكل هاي. حلو،
هعمل روز يعني على الإديتور هيوريني مثلا روز او حاجه زي كده، هنشوف هنفيو منها هنشوف الشات عشان حد عنده اسئله. ستارت لاب ليها عدد معين؟ ماشي. في حد جاوب 5؟ في 5 ترايلز في كل لاب. تمام. دلوقتي انتوا لو لاحظتوا الكوماند دي احنا هنعملها كوبي وبيست في الاديتور. حلو. كوماند بتقول سيلكت ستارت ستيشن نيم، سيلكت دي كيورد في الاس كيو ال زي ما مثلا قلت لكم. بتعمل يعني بتسلكت جزء معين من كولوم معين ومنه، يعني انتوا لاحظتوا التيبل هتلاقوا هنا في التيبل سيلكت اند ستيشن نيم وفي ستارت ستيشن نيم وهكذا. احنا بنسلكت كولوم معين عشان نشوف الداتا بتاعته. هو قال سيلكت اند ستيشن نيم فروم بيج كويري بابليك داتا، اسم البروجكت دوت اسم الـ اسم الداتا سيت لندن باي سايكلز وبعد كده دوت سايكل هاير. فانا لما اعمل ران الكوماند دي هو اوتوماتيكلي هيخش على البروجكت بيج كويري بابليك داتا لندن باي سايكلز باي سايكل او سايكل هاير ومنه هيعمل سيلكت ريسيرش ستيشن نيم. تمام. فانا هكوبيها هعملها بيست في الاديتور ورام، بيطلع لي الريزلتس بتاعت الكويري هنا دلوقتي. ثانية، هو لسه بيعمل رن اهو ريزلتس، طلع اند ستيشن نيم. لو لاحظت بقى ايه دلوقتي طلع لنا الاند ستيشن نيم الموجوده جوه التيبل بتاعنا كله. ولو لاحظتوا هتلاقي تحت هنا بيقول لك النمبر اوف روز، يعني هنا دلوقتي نمبر فروز كتير قوي، ما عشان كده احنا بنعرف نعمل كويرينج. يعني احنا ليه بنستخدم بيج كويري عموما؟ عشان بنعمل كويرينج عددها كبير قوي، فاللي هو لما النمبر لما النمبر فروز والكولمز والكلام ده كله بيبقى كبير قوي قوي قوي، الكويرينج ده بيبقى هنا يوسفول ان احنا بنسلكت الجزء معين، سلكت اند ستيشن نيم، سلكت ستارت ستيشن نيم وهكذا. فاحنا بنفيو دلوقتي 100 رو من دول من الروز دي كلها، الرقم بتاعها موجود ان شاء الله. وهو بيفيو الكولم بتاع الاند ستيشن نيم بس. تمام. دلوقتي هو قال سيلكت كله مش كولم معين، النجمه دي معناها كله، يعني سيلكت اول فروم بيج كويري بابليك داتا اللي هو اسم البروجكت اسم الداتا سيت واسم الـ واسم التيبل. حلو. وقال وير ديوريشن مور ذان ايكوال تو 1200. هنا بقى الكويرنج بيبقى يوسفل، لان انت دلوقتي عندنا تيبل كبير فيه داتا كتيره وفي حاجه زي كده، فاحنا عايزين بس نشوف الديوريشن بتاعتنا امتى هتبقى مور ذان ايكوال تو 1200 يعني. حلو. فلو عملنا رن الكوماند دلوقتي، كوبي الكوماند ورن. حلو. اوكي عملنا رن. فانا دلوقتي عملت سيلكت للروز كلها مش شرط اي كولوم معين، وسيلكت الديوريشن الكولوم، في كولوم اسمه ديوريشن مش عارف فاهم بس في كولوم ديوريشن. حلو. فهو قال وير ديوريشن مور ذان ايكوال 1200، فهو هيسلكت كل الروز اللي فيها ديوريشن مور ذان ايكوال 1200. لو احنا وصلنا في الريزلتس بتاعتي المفروض هتطلع كام شويه يعني. معلش ممكن اسال سؤال قبل ما الريزلت تطلع؟ اتفضل يا كيم. بس كنت عايز اعرف، هو يعني اول حاجه هل احنا لازم نعرف نكود ولا it's enough بس to copy the code يعني to understand it يعني وcopy it؟ لازم نعرف ايه معلش؟ لازم نعرف نعمل كود يعني يكون بنعرف how to code يعني ولا لا؟ هو كده كده هو هيديمونستريت ليكي في اللاب انت تكودي ازاي، بس الفكره ان انت عشان تخلصي الكويست انت ممكن تعملي اللي هو قال لك عليه خلاص مش مشكله خالص، بس الفكره ان الكويست هدفها اصلا ان انت تتعلمي منها هاو تو كود. فيعني تمام مش مشكله ان لو انت عارفه اوريدي الحاجات اللي هو قال لك عليها، بس مش شرط اكيد مش هتعرفي حاجه بره اللاب، يعني مش شرط تكوني عارفه حاجات من بره اللاب. الكوماندز دي هي اللاب ده بيستارت فروم سكراتش، مش بيقول لك اي حاجه يعني بره، يعني مش مطلوب منك اي بري ريكوست. تمام. فانت مش مطلوب منك تعرفي اس كيو ال، انت بس هو هيعلمك ثرو اللاب بالاكسبيرمنتيشن الكيوردز دي ازاي تستعمليها. فا اوكي انت ممكن تكوبي الكوماندز اللي هو قال لك عليها، بس انت ثرو الكوماندز دي انت بتعرفي اصلا ازاي تقولي. فاهم قصدي؟
ف يعني انا ممكن اكون يعني افهم السينتاكس من الكود اللي مكتوب ثرو اوت بقى البروسيس يعني. اه بالظبط. وفي نفس الوقت انت الاحسن ان انت تكسبيرمنت مع نفسك، عشان الكوماندز نفسها، يعني عشان الكوماندز والكود اللي انت اتعلمتيه من اللاب يثبت معاك، عشان already you're joining اللاب عشان تتعلمي منه، فعشان الكوماند تثبت معاك يعني، عشان انت تعرفي تستعمليها بعد كده، عشان اس كيو ال مفيده هيطلع في حاجات كتير قوي في بيج داتا بعد كده. الاحسن يعني ان انت تعرفي ازاي تستعملي كوماند. وممكن برضو في حاجه كمان، ان ممكن الموضوع يبقى مفيد ان انت تفهمي اللابس اللي جايه، يعني في لابس ثانيه في كويست ثانيه في كويست دي بتعتمد على كوماندز اس كيو ال اللي احنا هنقولها دلوقتي والاكسبيرمنتيشن اللي احنا هنعمله. فاحسن حاجه ان انت تفهمي من اللاب الكوماندز بتقول ايه، وتكسبيرمنتي مع نفسك، عشان يعني عشان تتعودي انت مع نفسك على السنتكس. فاهم قصدي؟ تمام، شكرا جدا. حد تاني عنده اي سؤال؟ اوكي، هو دلوقتي الريزلتس طلعت، لو لاحظتوا لو عملت سكرول للديوريشن كلها هلاقيهم كلهم اكبر من او يساوي 1200، يعني مفيش حاجه تبقى اقل من 1200 خالص. وممكن اعمل حاجه كمان، بس هي دي انا هشرحها كمان شويه، بس هي مسالتها اوردر باي ديوريشن. لو عملت اوردر، يعني عملت سيلكت وير ديوريشن مور ذان ايكوال 1200 اوردر باي ديوريشن، هتلاحظوا ان اول حاجه غالبا هتبقى اصغر فاليو اكبر من 1200، يعني غالبا ممكن تبقى 1200 نفسها عشان التيبل كبير. بس انا لسه كده كده هشرح، ما تخضوش، انا هشرح كمان بعدين اهو. الديوريشن كلها انا دلوقتي عملت سورت باي ديوريشن، يعني الروز دلوقتي كلها مترتبه على اساس ديوريشن، وطلع لي 1200 1200 1200 1200 1200. بعد كده هيكبروا، يعني انا دلوقتي لو دخلت مثلا في السكند بيج اللي بعديها في البيج هلاقي الديوريشن بتكبر، بس اوردر، يعني الديوريشن كلها دي اصغر من دي اصغر من دي اصغر من دي. الفيرست بيج نفسها هيبقى موجود جواها الديوريشنز اللي 1200، ومع كده ممكن اخش على البيج اللي بعديها 1200 برضو، عشان التيبل كبير قوي، فالفاليوز الديوريشن بتاع 1200 كبيره قوي. 1200 1200 المفروض هيكبروا شويه، هو انا حاسس ان هم كتير قوي فمش هعمل سكرول للبيجز ده. تمام. هو قال لنا هنا if you look into bottom right corner you see ان الروز اقل، يعني دلوقتي الريزلت اللي طلعت عدد الروز اهي 7 مليون. لو لاحظتوا ان قبل كده الروز كانت اكتر، عشان احنا عملنا ليميتنج للديوريشن انها تبقى اكبر من او يساوي 1200. اوكي، دي اسئله بس كده يعني مفيده، حلوها عادي، بس احنا مش هنحلها دلوقتي، وهي مش مطلوبه ان انتوا تخلصوا اللاب، بس يعني هتبقى يستحسن ان انتوا تحلوها. تمام، دلوقتي هخش على الكيورد تانية أو كيوردز تانية، جروب باي وكاونت اوردر باي وارز. تمام، دلوقتي قال لنا دلوقتي سيلكت ستار ديستنيشن نيم فروم ذا كويري، نفس السنتكس اللي احنا قلنا عليه قبل كده. وبعد كده جروب باي ستارت ستيشن نيم، يعني هو دلوقتي هيسلكت، احنا ممكن جروب باي حاجه تانيه غير ستارت ستيشن نيم، بس هو الفكره ان هو هيسلكت كولوم معين، وكل الاليمنتس اللي فيه، يعني احنا لو عملنا سيلكت من غير جروب باي هيطلع لنا روز متكرر ليه بنفس الاسم بنفس الستارت ستيشن نيم. ليه؟ عشان هو بيسلكت كل الستارت ستيشن نيم بغض النظر عن هم متكررين ولا لا. فانا دلوقتي لو عملت سيلكت ستارت ستيشن نيم نفس الكلام ده من غير ما اعمل جروب باي هيطلع لنا روز متكرره، عشان في روز ثانيه يعني ستارت ستيشن نيم مختلفه، يعني نفس ستارت ستيشن نيم بس الداتا ثانيه مختلفه، واحنا قايلين له ان هو سيلكت ستارت ستيشن نيم بس، فاللي هو هي سيلكت كل الروز اللي فيها ستارت ستيشن نيم ومش هي جروب يعني. فلو عملنا جروب باي دلوقتي هو هيقلل، يعني انا دلوقتي ثانيه واحده ممكن لو عملت كوماند دي من غير دي شوف الايفكت بتاعها دلوقتي. العلامه دي باي ذا واي بتتعمل تقريبا من حرف الزاي على الكيبورد، دي بتحط زي كود كده بتحط جواها اسم البروجكت ودوت اسم الداتا سيت دوت اسم التيبل. فانا دلوقتي ما عملتش جروب باي، لو عملت ران المفروض هيطلع لي ريزلتس اكتر من لو عملت جروب باي. انا هنوبزرف دلوقتي
حد وقع في حاجة قبل ما تطلع ريزلتس؟ حد عنده سؤال؟ أنا عندي سؤال، هو اتفضل group by بت avoid duplication يعني؟ تاني، معلش ما سمعتش. group by لما أحط ال keyword بت avoid duplication؟ بت افويد دبليكيشن بالظبط. تمام. انا دلوقتي لو عملت اوردر باي غالبا هلاقي في دبليكيشن، يعني انا دلوقتي تلاقي دلوقتي قد ايه 200 رقم كبير كده، لو عملت دلوقتي جروب باي الكيوردز دي هتبقى يوسفول اكتر لما نعمل جروب باي لحاجه تانيه، مثلا اللي هو افويد ابلكيشن لكولوم تاني، ويعني مش هيعمل هيعمل نيمز مختلفه. أو النيمز اللي طلع الستارت سيشن، العدد الروز اللي طلعوا 880 بس من 2 مليون ولا 200,000 ولا حاجه، فعدد الدبليكيتس كانوا يعني الرقم ده ماينس الرقم ده، فجروب باي هي اللي قللت العدد الروز قد كده. اوكي دلوقتي عندنا كيورد تاني اكونت، دي هت احنا دلوقتي سيلكت ستارت سيشن نيم وهنجروب بقى. ثانية واحدة، في حد عنده سؤال؟ اتفضل اتفضل مصطفى. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم دكتور سامي. ايوه سامع. معلش انا اسف، بس ممكن بس اعرف جروب باي بس بتشتغل ازاي تاني؟ اوكي تمام، هو نفس الكوماندز عادي، احنا بنسلكت كولم وبعد كده فروم التيبل، يعني هي المفروض ده تيبل جوه الدايركتوري يعني بتاعت التيبل، واحنا كل اللي احنا بنزوده زياده ان احنا نعمل جروب باي، جروب باي ستارت سيشن نيم. تمام، من الجروب باي دي هنقدر يعني هي اللي بتافويد دوبليكيتس وبتعمل بتجروب الروز توجذر يعني، فهي يعني سيمبلي مش ان احنا ما بنزودش حاجه، يعني احنا جروب باي واسم الكود اللي احنا عايزين الجروب بي. تمام يا مصطفى كده؟ بس يعني انا بتعرف بس ان جروب باي المفروض تعتمد على حاجه ثانيه، يعني مثلا يعني ان هي بتعمل مثلا لو في كولومز معينه مثلا فيها مجموعه من الارقام، الارقام دي متكرره على بند معين موجود في الكولوم ده، انا معمول له جروب باي يعني المفروض تعمل له سم او كاونت يعني. ايوه هو في كاونت، يعني احنا لسه هنخش على كاونت دلوقتي، بس في جروب باي من غير ما تعمل كاونت، يعني هي بس بتافويد الدبليكيتس، يعني لو اي ثلاثه روز فيهم 200 200 200 200 200 هم بس هيخلوهم في رو واحد عادي ومش هيكاونتوا. في كيورد هنخش بعديها، هنخش عليها دلوقتي حالا، اللي هي كاونت اللي بتعد عدد الروز اللي فيهم 200. فاهم قصدي؟ تمام. شكرا حد جزيلا. عنده سؤال؟ كان في حد تاني كان رافع ايده؟ جنى؟ هو انا عندي سؤالين معلش. هو احنا ازاي بنعمل اكسس للتيبل؟ يعني ايه الفورمات بتاعها؟ هو الاكسس احنا عملناه من فوق، يعني هو لو احنا طلعنا فوق كمان شويه، من شويه كنا عملنا فتحنا داتا سيت هنا وعملنا جواها اكسس للتيبل، والستبس كلها هتلاقيها موجوده في اللاب. ايه السؤال التاني؟ لا انا قصدي من سلكت نفسها، يعني ايه الترتيب بتاع الحاجه؟ اسم البروجكت، لازم البروجكت يكون عندك طبعا، يعني لازم يكون في الاكسبلورر موجود هنا. وبعد كده جوه اسم البروجكت هيبقى اسم الداتا سيت اللي هي لندن بايسايكل، وبعد كده دوت اسم التيبل. حلو تمام، وبتبقى بعد فروم طبعا، يعني احنا سيلكت فروم التيبل. تمام تمام تاني سؤال، انا لسه خدت بالي ان اللي قبليه يعني حضرتك جاوبت عليه. تاني معلش، يعني حضرتك جاوبت على السؤال التاني من اللي قبليه. تمام ماشي، مش مشكلة خلاص. تمام شكرا. معلش انا كنت عايزه معلش اسال سؤال تاني. مش مشكلة بقى. نفترض ان انا مثلا ممكن دلوقتي لظروف ما مش هعرف اخلص الكويس مثلا كلها دلوقتي في الفتره دي، او لغايه ما السيشنز تخلص، او لغايه ما الورك شوبس اللي انتم مقدمينها تخلص. فهل يعني يعتبر التراك ده ليه اكسبايري ديت، ولا بمجرد ما انا اعمل اللابس واسلم الكويس كده اي وقت عادي مفيش مشكله؟ هو الفكره ان في مونثلي سبسكريبشن، يعني هو بعد كده ان انت لو انت عايزه تعملي اللابس هيبقى في كريدتس، وكريدتس هتخليكي تقللي ترايلز اللاب، وعشان تعملي بعد كده تعملي كريدت ثانيه غالبا هتشتري بقى. فاهم قصدي؟ فعشان يعني لازم اخلص مثلا خلال الشهر ده.
اه بالظبط او خلال يعني خلال 30 يوم صح كده ولا خلال ايوه بالظبط، اكتوبر من بس؟ اول ما عملت ماستر سبسكريبشن غالبا. لا هو شهر 10 يعني، احنا شهر 10 نفسه يخلص، هو المفروض ماستر سبسكريبشن، انا مش متاكد قوي برضه، بس يعني احنا ممكن هنقل نفس الكلام ده جروب. الماستر سبسكريبشن نفسه يخلص يعني شهر 10 تقريبا يخلص، ساعتها اللاب الماستر سبسكريبشن هتخلص، ف اه اوكي ساعتها تبدا تعملي بقى اللابس بكريدتس وكده. تمام اوكي دلوقتي هنخش على اكونت، دلوقتي select session name وبعد كده comma وبعد كده count from نفس الكلام. احنا دلوقتي من count كله يعني، من count ال من count ال احنا دلوقتي هن group by start session name. هو count دايما بتيجي مع group by، لما بنعمل count بنعمل count بنجمع، عشان احنا يعني هو بي count كل iteration كل جزء. فاحنا دلوقتي هنعمل جروب باي، دلوقتي ما كانش يعني ما كانش بتعمل كاونت، دلوقتي بتعمل كاونت يعني الدوبليكيتس هتشيلهم وهتقول لنا هم كام. اوكي بالظبط طلعت اف 0، ده هو النمبر اوف يعني ستارت ستيشن نيم. دلوقتي هو مش 880، فاكرين لما كنا عاملين جروب باي من شويه كان برضه 880، بس المره دي قال لنا ان الستارت ستيشن نيم يعني عدد الروز الستارت ستيشن نيم بتاعها ده، مش عارف مش عارف اقراها، هيبقى 74903 تمام، وهكذا بيكاونت لنا بقى عدد الروز اللي بنفس الستار ستيشن نيم ده. ازاي؟ بنفس السنتكس ده، هو كاونت قبل الفروم وبعد كده جروب باي. حلو. از از دي مهمه جدا، عشان الواحد لما عايز ثانيه سلمى عندك سؤال؟ اه معلش ممكن كاونت تاني؟ اوكي، هو كاونت احنا بنحطها قبل فروم نفس السنتكس ده، وفاكره جروب باي اللي احنا استعملناها من شويه؟ اه احنا كنا دلوقتي جروب باي كانت بتشيل الدوبليكيتس بس مش بتقول لنا يعني، بتقول لنا الروز بس يعني، بتقول لنا اليونيك فاليوز للستارت ستيشن نيم صح؟ يعني احنا بنسلكت ستارت ستيشن نيم صح؟ وبعد كده جروب باي ستارت ستيشن نيم كانت بتقول لنا اليونيك فاليوز بس عادي للستارت ستيشن نيم. غير كده كاونت بنحط جنبها يعني، كاونت نفسها بتقول لنا عدد الفاليوز او عدد الروز اللي ليها ستارت ستيشن نيم اكس يعني، يعني مثلا عدد الروز اللي ستارت ستيشن نيم بتاعها الستارت ستيشن نيم ده هيبقى اف 0 اند سو. طبعا هو يعني في عدد روز كذا لنفس الستيشن نيم دي. بالظبط. اوكي الستارت ستيشن نيم ده كولوم من كولومز، انت ممكن تسيلكت اي كولوم تاني على حسب الداتا سيت بتاعتك، على حسب البروجكت التيبل بتاعك وهكذا. زياد عندي سؤال، هو المفروض دلوقتي الجروب باي بتشيل الدبليكيت صح؟ تمام. ايوه، هو احنا لما عملنا في بتاع الديوريشن هي كان اللي مطلعه 1200 دي متكرره، شالت الدبليكيت في انهي حاله؟ عشان احنا ما عملناش جروب باي، احنا لما كنا بنعمل ديوريشن مور ذان ايكوال 1200 ما كناش بنعمل جروب باي. يعني انت لاحظت دلوقتي لو عملت امال كنا بنقسمها بايه معلش؟ كنا بنعمل بوير، دلوقتي بنكتب وير ديوريشن مور ذان ايكوال 1200 وبعد كده تمام وبعد كده اوردر باي ديوريشن. اللي حصلت لان 1200 كتير كده ورا بعض، هو دلوقتي هيشيل الدبل تيست دي يعني، احنا طلعنا 1200 بعد كده هيزيد. يعني انا لو عايز اعمل ران كوين دلوقتي تطلع اوردر باي ديوريشن، هو في مشكلة في الكود غالبا الترتيب غلط عشان انا مش متأكد قوي. لا هو لازم وير تكون هافينج، مش ايه وير تكون هافينج هافينج عشان في جروب باي. اوكي مش هو، انا صراحة مش متأكد قوي من السنتكس عشان انا مش مبراكتس اكسيول قوي، بس هو يعني الفكرة كلها يعني هي فانا بقول باي اند هافينج، بس الفكرة كلها ان احنا يعني عملنا الديوريشن مور ذان ايكوال 1200، لو احنا عملنا بنفس الطريقة دي هيطلع لنا السورتنج على اساس الديوريشن عادي، وهيشيل الدوبليكيتس بتاعه 1200 قبل ما احنا شفناه. شكرا يا محمد. الكاونت بقى لسه زي ما قايلين شوية، كان مطلع لنا شكل الكاونت بتاع الدوبليكيت دلوقتي في نفس الستيشن نيم دي الرقم ده منه. في بقى كيورد تانية اللي هي دي اللي هي از مهمة، عشان لما نيجي نعمل
لما عايزين نكواري بعد كده على التيبل، يعني احنا هنعمل التيبل تاني مثلا لما نكواري عليه ويطلع الالياس بتاع، يعني احنا دلوقتي هنعمل ستارت ستيشن نيم صح؟ سيلكت ستارت ستيشن نيم، احنا هنسمي ستارت ستيشن نيم از نم ستارتس، حلو؟ ومنه نعرف نستخدم نم ستارتس دي بعد كده يعني. فاحنا دلوقتي هنعمل كوميت، وفي نفس الوقت هتطلع لنا في الريزلتس مش ستارت ستيشن نيم، هتطلع لنا ال هو از نم ستارتس معمول على الكاونت مش معمول على ستارت ستيشن نيم، انا اسف. ف دلوقتي هو عمل كاونت للدبل كيس حلو، وقال النمبر اوف يعني مسمي العدد بتاع الدبل كيس ده نمبر نم ستارتس حلو. في اوردر باي دي بتسورت على اساس حاجه معينه، يعني دلوقتي اهو كاونت از نم، دلوقتي ستارت ستيشن نيم هنكاونت الدبل كيس از نم، هنجروب باي ستارت ستيشن نيم برضه عادي، وهن اوردر باي ستارت ستيشن نيم برضه. فدلوقتي لو عملنا ران الكوماند دي هيطلع لنا الاوردر باي في ال، يعني ده شكل ايه، يعني شكل سترينج او شكل اللي هو يعني كلمات مش نمبر. فالاوردر باي هنا بيوردر الفابيتيك او لكسيوجرافيكلي، بلاش كلمه معقده يعني، بس هو الفابيتيكلي عادي. فلو لاحظتوا اول حاجه اي بي، بعد كده اي بي اي بي بي، بعد كده اي بي اي، في او هنا بعد الاي وهكذا. فهو عمل سورتنج للريزلتس طلعت لنا على اساس الكلمه الستار ستيشن نيم، وعمل كاونت دي. انا مش متاكد بس احنا ممكن نعمل اوردر باي النم اللي هو احنا لسه عاملينه من شويه، احنا عاملين كاونت از نم صح؟ نم دي اللي هي نمبر اوف دبل كيس حلو. فلو عملنا اوردر باي نمبر هيطلع لنا التيبل نفس التيبل نفس الريزلتس بس سورتد على اساس النمبر. الستار ستيشن طلع غريب دلوقتي، وبعد كده عامل 1 وبعد كده 1 وبعد كده 4 وبعد كده 5 وهكذا. في حد عنده سؤال؟ السيشن المفروض تخلص على نهايه اللاب، يعني اللاب دلوقتي فاضل 41 دقيقه، او ممكن اخلص قبليها يعني، بس هو يعني اللاب هيخلص اكيد السيشن هتخلص. حد عنده سؤال تاني؟ تمام. هو حتى عمل الكوماند نفسها نفس الكوماند من شويه، ان احنا عملنا از نم كاونت الدوبليكيتس از نم، وبعد كده عمل اوردر باي نم، فطلع طلعت لنا ريزلتس بتاعت الستار ستيشن نيم اوردر باي نمبر اوف دوبليكيتس. فالحاجات دي كلها بقى ايه اكزامبل من كويرينج على التيبل الكبير اللي هو كان فيه مش عارف 200000 او 200 مليون او كذا. ف الحاجات دي بتبقى يسهل بقى لو انت عايز تفيو جزء معين من الداتا، عايز تاوردره، عايز تسورته وهكذا، اس كيو ال يسهل في الحاجات دي قوي. هات هنا عندي سؤال. ميعاد معين، هي غالبا السيشن بتقعد يعني قول ساعتين من ميعادها، بتبقى 8 وهكذا، فاعمل حسابك على كده. او ممكن مش متاكد قوي يعني، بس احنا بنانونس المده عندها هنا، ممكن تبقى تسال لو عندك مشاكل. تمام. دلوقتي هو نفس الكلام اللي عمله فوق، يعني نفس الكوماند دي احنا لسه عاملينها من شويه اوردر باي نام، هو هيعمل اوردر باي نام بس ديسندنج، يعني كتب ديسندنج. فلما نعمل ران هيطلع لنا نفس التيبل برضه نفس ال 880 رو بتاعنا، بس عامل اوردر باي نام ديسندنج. تمام. لو عملنا اوردر باي الستارت ستيشن نيم نفسه ديسندنج، هيطلع لنا الفابيتيكال اوردر بالعكس تقريبا، اللي هو زد مثلا او كذا. آية عندك سؤال؟ اهو عامل واي الاول، ما فيش حاجه بتبدا بزد فعامل واي بعد كده دبليو وبعد كده وهكذا، نفس السورتنج العادي بس السن. آية عندك سؤال؟ هو انا بس كنت في الطريق فما كنتش عارف اسال، انا بس عايز اسال في قصه التاسكات اللي بتبقى مطلوبه او السبسكريبشن دي، يعني ممكن تشرحها عن بريف لما تخلص؟ انا اصلا يعني ما فهمتهاش او ما سمعتهاش. هو في لينك احنا بعتناه على جروب، ممكن نبعت، انا بعت اللينك بعد، يعني انا بعته على الزوم سيشن دي، ممكن نبعته على الجروب بعد كده. تعملي منه، تخشي منه تعملي ساين ان وتفتحي اللاب، اي لاب 10 دقائق، وتعملي ستوب لاب تاني 10 بعد ما 10 دقائق يخلصوا، ومنها هيطلع لك المونثلي سبسكريبشن لحد ما شهر اكتوبر يخلص. اللي هو هيكون فري سبسكريبشن لمده الكورس؟ لمده ما شهر اكتوبر يخلص، مش
والمفروض بقى ان احنا يعني في تاسكات معينة او assignment ولا دي for practice؟ لا هي كويست انت يعني تعمليها الكويست دي عشان تتعلمي منها ومنها بقى يعني هيبقى في awards او في حاجات من جوجل يعني ان انت خلصتي كويست وادج وحاجات هتحط معاكي في السي في وهكذا. اوكي طب هي دي بيبقى ليها ديدلاين معين او سبمشن؟ قبل شهر 10 مثلا عشان هي مانس سيرتيفيكيشن هتخلص على قبل شهر 10. انا الناس كلها بتنبع جروب يعني عشان لو الكلام اللي انا قلته ما تصيرش. اوكي يعني هو ممكن لما تخلص السيشن حد يبعت فويس نوت كده او شرح للموضوع ده؟ انا هنانس كل حاجه عارف. بس عندك سؤال في اللاب يعني؟ عندك سؤال في اللي احنا قلناه دلوقتي؟ هو انا للاسف كنت في الطريق بس انا سامعاك يعني غالبا انت بتتكلم في السيكوال فانا عارفه السيكوال بكتب سيكوال. وزي كان سؤالي بقى يعني هل هي بس بتسبورت السيكوال ولا مثلا بتسبورت اي اي بي اي لبايثون جافا اي حاجه يعني الحاجات دي في مايكروسوفت مثلا بتسبورت كذا لانجوج في جوجل مش بتسبورت غير سيكوال؟ انا مش متاكد قوي بصراحه بس يعني هو يعني لا انا honestly don't know بس انا اعرف انها سبورت سيكوال. طب يعني هل السيكوال هيبقى قادر انف ان هو يعمل كل المانيبيليشن؟ يعني هو السيكوال ات ذا اند ليمتد جدا في الفانكشنز بتاعته. هو هتعرف تعمل بيه كويرينج اللي موجود في الكويست وهتعرف يعني هو بس الفكره ان اللاب بيانتروديوس ان انت تعرفي تستعملي سيكوال. انا ما اعرفش هو يعني ايه ده بالنص ولا يعني قد ايه هو فيرساتايل بس هو يعني الثرو لاب بس انت تعرف ازاي يعني انت اوريدي عارف سيكوال فخلاص ان هو بس اللاب بي ريمفاسايز الحاجات اللي انت عارفاها اوريدي فبس. اوكي طيب بس كنت عايز اسالك سؤال بقى يعني انت بتدرس اصلا داتا ساينس في الجامعه ولا انت كمبيوتر انجينيرنج عادي؟ لا انا ماثماتكس كمبيوتر ساينس ما مش بدرس داتا ساينس. اوكي تمام احنا عملنا راند كوينز دي دلوقتي لو حد مش فاهم في حاجه يقول. دي برضو اسئله بتسال على الكيوردز اللي احنا عملناها ممكن تحلوها ممكن تحلوهاش. تمام احنا دلوقتي هنعمل اكسبورت يعني احنا داونلود عندنا يعني اكسبورت التيبل او اكسبورت جزء من الريزلتس كCSV فايل. الفورمات اللي بينزل فيه التيبل او الريزلتس اللي بتطلع من كويري بتطلع في شكل CSV فايل. فدلوقتي لو عملنا الكوماند يطلع لنا الريزلتس المفروض الران خلص. الريزلتس دي هنعملها سيف زي ما هو قايل يعني سيف ريزلتس وبعد كده CSV لوكال فايل. تمام بعد كده سيف عادي. تمام هيبقى طلع لنا ال CSV فايل هنا وبعد كده كلير ذا كويري ماشي. هنعمل رن نفس الكوماند اللي احنا عاملينه. هو غالبا نفس الكوماند دلوقتي باي ناو يو شود اندرستاند الكوماند ده بيعمل ايه. بيرن اساس النمبر اوف دوبليكيتس ديسندنج حلو. هنعمل ريتيرن للتيبل ماشي. هنعمل سيف برضه سي اس في فايل تاني. هنعمل نفس الريزلت سي اس في فايل لوكال فايل عادي ونعمله سيف. ده اكسبورتنج ميثود ان احنا نعمل ريزلت هيطلع لنا شكل اكسل شيت كده. هيبقى فيه الريزلتس اللي احنا عملناها اللي طلعت من التيبل يبقى انا عملنا كويري. تمام هنروح على النافيجيشن منيو تاني عادي كلاود ستورج عشان هنرفع بقى يعني احنا دلوقتي عملنا كويرينج وعملنا داونلود للريزلت. هنرفع بقى التيبل ده على الكلاود ستورج وهنعمله يعني هنعمل عليه كويرينج احنا كاستم براحتنا. ف نافيجيشن من هو كلاود ستورج اهو براوزر تمام ليف تمام ماشي. نسمي نفس الاسم تقريبا هيطلع لنا اوكي. نكليك كريت باكيت نعمل باكيت جديدة نفس اسم البروجكت نفس اسم الجلسة اللي احنا عملناها مش لازم. اوكي احنا ممكن نعمل اي يونيك نيم مش موجود قبل كده فممكن نعمل ماي باكيت مثلا 1 2 3
فور اي نيم مش ممكن. هو مش ممكن تاخد الاسم بتاع الكويك لاب بتاع اللي احنا فيه، اسم البروجكت، البروجكت اي دي. ينفع عادي، بس انت ممكن تعمل اي يونيك نيم وخلاص يعني، مش تمام. بس تفتكره يعني عشان هو هيكون معايا عشان استعمله بعد كده. نخش على الشوز ويت ستوري داتا هات ايجن هات كده مش عارف ايه، بس كان وقتها عليه مش مهم اوي الكلام ده. كريت تمام. هو في كل لاب بيبقى فيه بروجرس بار هنا بيقول لنا احنا عملنا ايه بالظبط في اللاب. هو انت عامل شير سكرين اصلا؟ لان انا اللي ظاهر عندي اللي ظاهر هو انتوا شايفين شير سكرين ده ولا يا شريف فين ظهر عندي؟ لا لا شريف عامل شير سكرين. ظهرت تمام شكرا. اوكي طيب دلوقتي في بروجرس هنا بنعمله، يعني بيطلع لنا بروجرس بنجيب 100% لما عملنا كل البروجرس بتاع الكوست عايزاه. ف انا من غير ما اعمل تشيك ماي بروجرس هو جايب 25 25 هنا، عشان انا اوريدي عملت كريت للكلاود ستورج باكت اللي احنا استعملناها من شويه، و ديورنج اللاب هيطلع لنا تشيك ماي بروجرس دي كتير، ومنها بقى تعرف انت خلصت اللاب ولا لا. اوكي ماشي، انا عايز ديسمس ديسمس مش تشيك ماي بروجرس مش عارف. اوكي تمام. دلوقتي احنا عملنا الباكت، هنعمل ابلود الفايلز، نفس الفايلز اللي احنا عملناها داونلودز تمام. هنعمل ابلود لنفس السي اس في فايلز اللي احنا عملناها قبل كده تمام. هو انا كان المفروض اسميهم عشان بس احنا هنعمل عليهم كويرينج رينيم. ممكن نخليه مثلا داتا سيت 1 او تيبل 1. هو كده I created my own data set صح؟ يعني لما يابلود الفايلز دي خلاص كده بقى عندي سيت بتاعتي. ايوه اللي انت عملتها بالظبط بتاعت الداتا سيت اللي احنا استعملنا عليها كويرينج. ماشي ستارت سيشن نيم اظن جديد نفس الكلام زي السيشن نيم مش هتفرق عشان احنا عملنا اتنين مع بعض. جنيمي ستار ستيشن نيم فايل باي ماشي. هو قال لنا نعمل له نيم اصلا بنفس الاسم ده يعني احنا هنختم دلوقتي فين الايديت مش مشكلة دلوقتي. وانا بعمل كده دي دلوقتي عشان هو قال لنا نعمل كويرينج بنفس الطريقه، فهنعمل كويرينج على الداتا دي. اوكي تمام. هنعمل كلاود اس كيو ال انستنس، هنعمل انستنس على الباكت دي بنحس ان احنا نعرف نعمل عليها كويرينج. ف ثانيه اول حاجه هو قال لنا نعمل اس كيو ال تمام. ماشي اي نيم برضو كريت انستنس تمام. بعد كده نعمل اي نيم وباسورد احنا عايزينه يعني مثلا this instance، وبعد كده نعمل باسورد مثلا مش عارف اي حاجه
ممكن نعمل نو باسورد على طول، مش مشكلة. لأن ممكن نعمل باسورد بس احنا مش مشكلة يعني، عندنا عشان احنا عايزين نعمل كويرينج على حاجة كاستم يعني جوه اللاب بس. تمام، عملت بليزونز كل حاجة زي ما هي، وبعد كده كريت انستنس استنى. هو اللي انا هيفضل شوية يعني عشان instance تتعمل بس عشان تمام. هو دلوقتي مطلع لنا كويك لابس ديمو، بس بقى اللي انا اختار النيم فهيطلع لنا نفس النيم اللي هيطلع، بس احنا مستنيين بس ال instance تتعمل لها update يطلع الصح دي. في حد وقع منه حاجة صفر؟ أنا عندي سؤال، طب أنا بجيب الكويست منين؟ بجيب الكويست منين؟ يعني عشان أعمله مثلا. هو أنت بتنزل تاب وتعمل ساين إن بروم، وبعد ما تخلص تعمل ساين إن جوجل أكونت، وبعد ما تخلص كل السبسكريبشن وكل الكلام بتاع السبسكريبشن إحنا نقول عليه يعني، أو اللي أنا لسه قايله من شوية. هتفتح كويك لابس عادي يعني، تعمل نيو تاب ويفتح كويك لابس، ومن كويك لابس تسيرش على في الكتالوج على اسم الكوست يعني. ثانية واحدة، كتبت كويك لابس دوت كوم هيطلع لك عادي جوجل كويك لابس، منه تعمل ساين ان، وبعد كده تخش على الكتالوج دي. من الكتالوج هتسيرش على اسم الكوست بقى، الكوست بتاعتنا اسمها ريكويري بيزكس فور داتا اناليسيس. فتعمل سيرش على اسم الكوست، ومن الكوست تخش جوه وهتعرف بقى تعرف تعمل تعمل ستارت كل اللاب يعني. تمام، هو اظن بس ان احنا ان شاء الله لما نيجي بقى نعمل الكويست بنفسنا يعني ممكن يظهر بقى questions او حاجة، فهل لو ظهر questions نقدر نبعت لكم مثلا على الجروب او كده ولا ايه؟ ممكن تعمل بوست على الجروب ان شاء الله، نشوف لو هنعرف يعني، هنحاول نرد ان شاء الله يعني، اكيد مش مشكلة. تمام، حد ثاني عنده سؤال؟ لو سمحت، هو الفورم بتاع الغياب هتنزل ولا هتاخد الغياب ازاي؟ لا انا ما اعرفش بصراحة، بس يعني يعني اكيد لازم تعتمدي عشان تفهمي كل، احنا هنعمل كذا كويست مش كويست واحد، ف فلازم تعرفي يعني كل لاب بتعمل فيهم ازاي، الكويست بتتكلم عن ايه بالظبط، عشان في ماتيريال تانية احنا هنتكلم عليها ممكن تكون بره الكويست، بس ريليتد للكويست مهمه جدا طبعا. فهمي الكونتنت بتاعك. انا حاضره وكل حاجه، بس واحده صاحبتي يعني ما عندهاش يوم مش منزله فيه عشان بعد كده يعني. انا مش الو. الو، ايوه، ولا انا حاضرة عادي، بس كانت في واحدة صاحبتي مش منزلة زوم يعني، بقول لها لازم تنزلي عشان تحضري يعني الأيام الجاية. تمام. هو انا مش عارف احنا هنشير ولا لا، بس يعني هو احنا يعني اللاب ده ان شاء الله يعني مش هيبقى صعب، وهنشوف الموضوع انا هجيب لو في حد ما عنده مشاكل. تمام يعني بس كده، هو بالنسبه لك أول خلاص مرة. دي كويس تتعلمي منها، مش تمام، أصل أول مرة قالوا يعني إنه الحضور بيتاخد في الزوم اللي هو أوريدي عادي يعني لحضر وكده. تمام، مش مهم. حد تاني عنده سؤال في اللاب؟ ما احنا مستنيين بس الانستنس تعمل لها ابديت، ف
مالك عندك سؤال؟ كل فانكشن وكده او حاجه كان ليها شرح، فده بجيبه منين؟ لا انا مش فاهم. يعني انت وانت بتشرح كان بيبقى فيه شرح لكل حاجه، فده انا الكوماند بفهم. يعني قصدك؟ ما هو موجود في اللاب يعني، موجود كلام هنا، موجود بيشرح يعني مثلا هنا بيطلع فوق شوية اوردر باي، هو الاوردر باي كي وورد سورت، وبيشرح الاوردر باي بتعمل ايه بالظبط. ف هو ده انهي لاب بالظبط؟ ده introduction to SQL for BigQuery and Cloud SQL، هو نفس الاسم الموجود هنا. أول لاب موجود في BigQuery، أول لاب موجود في الكويست بتاعتنا دلوقتي. يعني انا هحل اللاب ده بس مش لا هدخل في على كذا الواحد، لاب في الكويست يعني، مش لاب ده بس يعني، هو احنا كذا لاب. يعني انا هحل حتى اللي لسه ما اتشرحش يعني. لا هو احنا مش هنشرح كل اللاب، انا بحل بس معاكم اللاب ده يعني، تعرفوا ازاي حل اللاب بيمشي، حل اللابس بيمشي، وتفهموا اللي احنا قلناه في الكونتنت اللي احنا قلناه في الكويست دي يعني. فانا بس بديمونستريت ازاي تحلوا اللاب، وفي نفس الوقت بابلاي على الكونتنت اللي احنا لسه قايلينه، بس باقي اللابس انتوا هتعرفوا تفهموا منها بقى الحاجات دي، والشرح بتاعها كل حاجه هيبقى مع لوحده كويس. هو بس فاضل يعني يا ريت as soon as possible بس تبعتولنا كده ال schedule وال time frame والحاجات دي كلها، عشان بس يعني to get familiar على ال sessions اللي جاية هتبقى عاملة ازاي وامتى وده يعني. اوكي تمام. هو في توتال 4 كويست صح؟ توتال 4 كويستس، هو تقريبا توتال 5 مش 4 يعني في البيج داتا، بس كده كده يعني. هي كويست مفيدة جدا، ودو ات فور فن يعني، دونت ما تستريسوش قوي ان انتوا لازم تخلصوا كويست عشان كده عندك حاجة في السي في كده يعني. أهم حاجة إن أنتوا تتعلموا منها يعني. طب هو في امتحان في الآخر ولا هو بس الكويست؟ هو لأ هي كويست بس، اللابس والبروجريس ده يكون خلاص يعني. مش مشكلة، هو انستنس خلصت تمام الحمد لله. سمين. تمام، احنا دلوقتي على الكويست دي نخش ونعمل هنأكتيفيت كلاود شيل اول حاجه، نعمل عليه حاجه اسمها نعمل كرييت ثانيه واحده كلاود شيل هنا. تمام، كلاود شيل ده زي تيرمينال كده بنرن عليه كوماندز، بيشتغل عليه تقريبا كوماندز لينكس لو اتذكر. هو مش مهم برضو تعرفوا اي كوماندز لينكس او تعرفوا تمام بيشتغل ازاي، هو بس هو هيشرح كل حاجه يعني. تمام، دلوقتي عملنا اكتيفيت الكلاود شيل. تمام، دلوقتي هي بس البتاع دي بنشوف منها الاكتيف اكونتس. سورايز تمام، اكونت بالاسم اللي احنا عاملين منه لوجن اللي هو ده تقريبا. تمام، ممكن ليست بروجكت اي ديز من هنا اللي هي اسماء البروجكت، طلعنا البروجكت ده. تمام ماشي، هو ده اسم اللي احنا هنعمل بيه منه كونكت للانستنس لسه احنا عاملينها، او يعني احنا دلوقتي بنعمل في كويري على اس كيو ال، الانستنس اللي احنا لسه عاملينها او الباكت اللي احنا لسه عاملينها او لا الانستنس هنريبليس. هو دلوقتي موجود كود لابس ديمو، انتوا لو لاحظتوا ان احنا هنا فوق كان موجود هنا الصفحه موجوده على الكود لابس ديمو اللي جوه الاس كيو ال، احنا هنا عندنا احنا مسمينها ذس انستنس رقم 9393 ده. احنا بس كل اللي احنا هنعمله ان احنا بدل يعني الكوماند نفسه نشيل منه كود لابس ديمو ونحط اسم الانستنس اللي احنا عاملينه.
دلوقتي هو بيكونكت. اوكي احنا ما عملناش بس كده تاني. اوكي احنا كده دخلنا على دخلنا على السكيل تاني. تمام اوكي بس ما عملناش عنا كده ست تاني. كان المفروض يطلع لنا الاوت ده زي ما هو كده بالظبط ونرو افكتد. تمام منه احنا كده عملنا داتابيز اللي احنا نعمل عليه كويري كده. المفروض كويست تكون خلصت بس احنا يعني احنا بناء لسه برضو عايزين نكمل نتعلم نشوف الحاجات اللي بتقول. فاحنا من الداتا بيز اللي احنا لسه عاملينها من شويه احنا بنعمل كريت تيبل جديد وبنعمل سبيسيفيكيشن الحاجات دي. مثلا البار شارت هيبقى الفاريبل بتاع اللينك بتاع الكولوم يعني مثلا اسم الكولوم نفسه قد ايه والنمبر هيبقى انت ده تايبس حاجات في موجوده في الاس كيو ال. فاحنا دلوقتي هنعمل كريت تيبل عادي. نعمل انذر تيبل. دلوقتي عملنا تيبل ستار ستيشن نيم وتيبل اصل تيبل اسمه لندن 1 من الستار ستيشن نيم اللي هي سي اس في اللي احنا لسه عاملينه ابلود. وعملنا تيبل تاني اسمه لندن 2 من انت ستيشن نيم لسه عاملينها قبل البارت. اوكي تمام وهنعمل ران للكوماندز دي عشان نشوف بقى شكل الداتا اللي موجوده في التيبل. لو لاحظنا ان ده مكتوب امتي ست يعني هي ما فيش روز موجوده دلوقتي حاليا. لو عملنا ابلود للسي اس في في التيبل يعني نفس الفايز اللي احنا عاملاها يعني احنا كل ده مش يعني ما عملناش ابلود احنا بس عملنا تيبل من اسم من اند ستيشن نيم سمينا الكولم ده اسمه اند ستيشن نيم وده الكولم ده اسمه ستار ستيشن نيم وهنعمل ابلود للسي اس في فايلز. اوكي هنعمل امبورت من كلاود برضه عشان احنا لسه عاملين ابلود شويه على من شويه في الباكت فاحنا هنعمل امبورت من الباكت دي. تمام ماشي دلوقتي لنا من الكلاود سكيل بس سويتش امبورت. اوكي ماشي ونعمل براوز هيطلع لنا الباكت بتاعتنا. تمام ستارتيشن داتا امبورت. لا احنا المفروض نعمل امبورت على سي اس بي. تيبل ستار ستيشن نعمل امبورت التاني برضه. براوز نفس الكلام ستار ستيشن داتا اند ستيشن داتا سوري سي سي
رايت لندن التيبلز اللي احنا استعملناها من شويه. اوكي احنا دلوقتي عملنا سيلكت، عملنا الكوماند دي هتتكمل بس لما بعد ما نخلص امبورتنج. عملنا رن الكلام دي هيطلع لنا شكل الداتا بقى اللي جوه الستار ستيشن، الداتا اللي احنا لسه عاملين عليها كويرينج من الداتا سيت البابليك اللي احنا لسه عاملينها بتاعت باي سايكل هابس. وقال لنا اهو 881 روز، فدي الداتا يعني اللي احنا موجوده جوه لندن 1، ونفس الكلام لو عملنا لندن 2 هيطلع لنا نفس هيطلع لنا الداتا برضه. احنا ممكن نديليت، ممكن برضو نعمل في كمان تانية اس كيو ال تعمل ديليت للحاجات التيبل ده دلوقتي كاستم تيبل، عشان هي التانية كانت بابليك داتا سيت احنا مش هنعرف نعمل عليها ديليت. فاحنا دلوقتي لما عملنا كاستم داتا بيس احنا نعرف نعمل عليها ديليت عادي. فهو دلوقتي في كيورد ده ديليت فروم لندن 1 وير نم ايكوال زيرو، فبيقول ديليت الحاجات اللي مش موجوده فيها نم. طبعا 1 رو افكتد تمام. في برضه انسرت، يعني انسرت انتو دلوقتي بننسرت رو جديد في لندن 1 تيبل لندن 1 الستارت ستيت، بنحط هنا ستارت ستيشن نيم ونام على اساس ان احنا نشوف ايه الفاليوز بتاعتنا. احنا دلوقتي ستارت ستيشن نيم ونام هيبقى الفاليوز بتاعها هيبقى تست ديستنيشن و1، فكده احنا كاننا بننشلايز الستارت ستيشن نيم اللي جوه، يعني رو هيتكتب ستارت ستيشن نيم بتاعه تست ديستنيشن والنام الفاليو بتاعها هيبقى 1. فلما عملنا انسرت انتو دلوقتي عملنا one row affected تمام. بعد كده لو عملنا select تاني كله المفروض select from London المفروض هيطلع لنا عدد الروز زاد، هو كان 880 دلوقتي بقى 881 عشان عملنا insert row جديد. واخر row هيبقى test destination لسه عاملين، يعني نفس الرو اللي لسه عاملينه insert من شويه دلوقتي دخل في التيبل يعني. في احنا ممكن نيونيون برضو تو يعني تو اسمه ايه اجزاء من كل تيبل نعمل لهم يونيون وهيطلع لنا شكل هيطلع لنا الداتا يونيون توجذر، يعني هيطلع لنا الداتا بتاعت دي مع الداتا بتاعت دي تمام. احنا دلوقتي عملنا يونيون select any session name عملنا union دي دي نمبر ذن دي ودي نمبر ذن دي عملنا union الاثنين. اوكي كده تمام، مبروك يا شباب، الحمد لله على السلامة. خلصنا اللاب بتاعنا. حد عنده أي أسئلة سوفر؟ أنا بسأل وين جت يونيون؟ ما سمعتش معلش. ممكن تاني يونيون كيورد؟ تمام. يونيون دي بيكومباين، يعني دلوقتي احنا عايزين ريزلت صح؟ احنا مش بنعمل كويرنج على حاجه، فبيطلع عندنا ريزلت معينه في الـ احنا عايزين نشوف شكل الريزلت شكل التيبل بتاعنا. فاحنا ممكن نعمل بدل ما نعمل يعني عشان لو انت عايز دلوقتي تعملي ريزلت من تيبل لندن 1 وتيبل لندن 2 في نفس الوقت تمام؟ فانت عشان تعرفي تعملي الحركه دي لازم تعملي تيوز يونيون بقى، يونيون كيورد تعمل دلوقتي سيلكت ستار ستيشن نيم ستوب ستيشنز سميناها توب ستيشنز بعد كده ونم فروم لندن 1 وبعد كده قلنا وير نم اكبر من 100000 تقريبا ويونيون اند ستيشن نيم وبعد كده نم فروم لندن 2. حلو يعني ما ينفعش سيلكت يعني سيلكت في نفس ال يعني سيلكت ستارت ستيشن نيم وي اند ستيشن نيم لازم اكتب سيلكت تاني؟ ليه لازم تعملي يونيون؟ ليه؟ عشان انت بتعملي كويري من تو تيبلز مش من تيبل واحد صح؟ لندن 1 ده تيبل ولندن 2 ده تيبل تاني. اوكي لما يكونوا دو تو ديفرنت تيبلز بالظبط، فانت ممكن تعملي يونيون الاثنين في الريزلت اللي هتطلع لك، والريزلت دي ممكن تحمليها وهكذا. في حد تاني عنده سؤال؟ اوكي تمام ثانك يو. معلش هي التول بار ديت اللي هي فيها ادت وامبورت واكسبورت وريستارت وكده، دول عباره عن ايه معلش؟ هو دي يعني ده اس كيو ال، ده المفروض ان هو حاجه من يعني سوفت وير من السوفت ويرز الموجوده على جوجل كلاود بلاتفورم. فهو الفكره ان احنا في اللاب بتاعنا استعملنا امبورت تقريبا بس، لكن هو الاس كيو ال نفسه اللي على جوجل كلاود بلاتفورم بيستعمل حاجات كتير جدا، والتول بار ده يعني تولز اللي بتعملي بيها تستخدمي بيها السوفت وير ده يعني. فاديت دي بتعمل حاجه في الاس كيو ال وامبورت واكسبورت ونفس الكلام يعني، فاهم قصدي؟
تمام. يعني احنا مثلا لو ما لو عملنا ستوب مثلا، مش هيستوب اللي هو الكويست، انما دي هيكون ايوه، لا ممكن دي حاجه يبقى. لها علاقه بالسكيل نفسه، اوكي تمام مش كويست نفسه. تمام اوكي. حد تاني عنده سؤال؟ ايه معلش معلش، انا اسفه جدا بسأل كتير، بس انا كنت عايزه اعرف، عشان انا قبل كده كنت بجرب برضو يعني ارن لابس وكده في الار، بس كان في مشكله ان انا كان دايما بيظهر لي كده ايرورز، فما ببقاش عارفه احلها ازاي. فهل في مثلا تشيت شيت او حاجه للايرورز وهاو تو ديل وذ ايرورز وكده؟ هو في لاب بالنسبه للاس كيو ال، انا ما اعرفش ار بصراحه، بس في لاب تاني اصلا بيشرح الكومن ميستيكس اللي موجوده في كوماندز اس كيو ال، وازاي وايه الصح منها، فاهم قصدي؟ ففي الكويست بتاعتنا دي، ف اوكي تمام. ف دوت وري اباوت الموضوع ده يعني. في حد بيسأل لو لازم نكون حافظين الاس كيو ال كوماندز. هو يعني هو يستحسن ان انت تكون عارفها وتبراكتسها، انت مش تحفظها، انت تكون مبراكتس عليها كتير ومجرب كذا حاجه. ولسه لو في ايرور سيرش على النت، لو في مشاكل شوف كل الكلام ده يعني. ف الكويست ده بيحضرك كويس يعني ان انت تعرف تتعلم منه اس كيو ال، انت هتكون حافظها. هو غالبا اي بروجرامنج لانجوج وكده بتبقى معظمها يعني اللي هي بتبقى براكتس يعني، فاهم قصدي؟ فاللي هو انت بتتعلم وبتبراكتس منها وتشوف الكيبوردز وكده. طب حد تاني عنده سؤال؟ لو حد ما عندوش سؤال ممكن يجيب عادي، احنا خلصنا تمام. حدش عنده سؤال؟ هو بس السؤال خارج المحتوى، هو في 2 واتساب دلوقتي، أنهي واحد بيشتغل؟ لا انا ما عنديش معلومه، بس هنبص على جروب يعني. تمام. حد تاني عنده سؤال؟ خلاص كده انا عايز اقول لكم برضو يا شباب ان احنا لو لما بتخلصوا اللابس بتاعت كل كويست بتاخدوا سيرتيفيكت من جوجل وبتاخدوا جيفت بوكس، فالأحسن إن أنتوا تخلصوا الكويست كلها يعني. الكويست اللي إحنا هنintroduceها زي بيكوري بيزك ستودنت أناليست، وفي كويست تانية إحنا هنintroduceها يعني. هو احنا المفروض نعمل الكاست اللي انت عملته النهاردة بلس حاجة تانية، ولا بنمشي معاك يعني اللي انت تعمله احنا نعمل بعديه؟ لا هو كويست يعني، خد بالك انا عملت لاب. الاحسن ان انت تعملي تمشي معانا اول باول لحد السيشن الجايه، تعملي الكويست كله يعني. احنا او احنا اي الكوست في كذا لاب. تمام، يعني اخلص تعملي اللاب الكوست دي باللابز اللي فيها. ايوه. جيفت بوكس ده بيبقى موجود فيه بقى تيشيرت وهدايا يعني من جوجل. هو السيشن كله قد ايه؟ السيشن بيقعد تقريبا ساعتين او اقل. يعني كل كام يوم او كل كام مرة؟ ايام ايه؟ بيبقى حد واربع كل اسبوع. تمام. جيفت بوكس لا، على الكويست كلها بعد ما تخلص الكويست كلها تاخد جيفت بوكس، مش جيفت بوكس كل كويست. ممكن كل كويست يبقى فيه بادج، لكن ما فيش جيفت بوكس. حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه في اللاب؟ حد عنده طيب، سؤال؟ هل لما نخلص مثلا التراك ده نقدر نقول ان احنا كده we are familiar with big data؟ يعني نقدر نكتب حاجة شبه كده في السي في، ونقدر نبراكتس الموضوع ده على البراكتيكال ليفل بروفيشنال ليفل، ولا يعني احنا لسه هيبقى لسه قدامنا كتير، بلس هنبقى كده we are familiar with SQL، ولا برضو لسه قدامنا كتير؟ انا مش متاكد قوي ان انت هتبقى بروفيشنت قوي في اس كيو ال ولا لا يعني، بس هو يعني حاجات بريبيك كونتنت يعني محترم من البيج داتا تقدر تعمل الحاجات دي بعد كده. اي عندك سؤال؟ الشباب اللي عايز يجيب دلوقتي يجيب، مش بس مش طالع. انا عندي سؤال وبرضه هجاوب على سؤالها. بصي، هو ال SQL اصلا ال syntax بتاعته كلها على بعضيها يعني مش كتيرة، يعني عشان كده احنا ممكن نكفر زي كلهم في الكورس ده، بس هو بتكون مشكلته اكبر من كده شوية. يعني مشكلته ان انت بيبقى عندك problem
يعني problem solving وانتي تقدري ازاي تحليها بال syntax المحدودة دي. ال big data مش بس بيتعامل بال SQL, ال big data يعني data كتيرة قوي قوي قوي, يعني بتوصل ل millions و billions of records, فانتي بتحتاجي tools تانية وحاجات تانية, من أهمها طبعا ال SQL. يعني ال SQL هو الحاجة الأساسية دايما في ال query بتاع ال data, بس as I end في programming language في tools تانية بتستخدم يعني لما بتشتغلي على مشاريع ال big data. فانا كنت بفكر يعني لو في ناس انترستد كتير في البيج داتا احنا ممكن نعمل استادي جروب مثلا ونذاكر مع بعض ونطلع دايما باسئله ممكن بقى نسالها للانستراكتور في السيشن. فكره حلوه. هل احنا لو ان احنا نكريت جروب يعني مع بعضينا كاستادي جروب ولا ده مش مشاكل؟ عاملين جروب فيسبوك. مصطفى عندك سؤال؟ لا انا فكرت احنا كنت بنفكر مع حد اللي هو عربي ولا فرنسي, لو عملنا جروب احنا مع بعض يعني. انا مش سامع, بس في حد المايك بتاعه عامل مش مشكله. انا خلاص سامع. اوكي سامعك. انا بتكلم, لا الحل بصراحه على طول يعني كده حل ممتاز جدا بصراحه, انا شايفه ممكن يطور مننا كتير يعني, على اساس ان احنا لو عملنا جروب فعلا على واتساب يعني ممكن نفيد بعض حاجات. مش مشكله ما فيش مشاكل خالص. بتبعت على الجروب في حد يبقى وصلنا حاجه دي والله يعني نتمنى. تمام شكرا يا شباب, بقى نشوف السيشن الجايه. ما الميه شغاله والسخان شغال وجبت